لان هذا راح يجيب الامتحان وهذا اغلب الناس دائما ما يسوون فيه زين. اوكي اليوم راح نتكلم، احنا تكلمنا في الكاتيجوريكال داتا سبيسيفيكلي ان عندنا تو كاركترستيك، مثلا احنا نقول عندنا ديزيز نو ديزيز وعندنا ميل اند فيميل، ونسوي جدول 2 باي 2 ونشوف هذا، فهذا يسمونه كروس تابيليشن. راح ندش فيه اكثر بعدين في ليتر، راح يسمونه اسمه كونتينجنسي تيبلز. اوكي ناو في الاكسل when you have a huge data like this انزين نقدر نسويها كويك summary and analysis by doing something called cross tabulation. The cross tabulation feature هذه يسمونها vivid tables. وايد فن. إذا فهمت the principles you can, it is a very powerful tool especially when you deal with a huge data. We'll see this now. So أول شيء we're gonna run هذا. الحين عندنا هذا الداتا اللي هو 2000. مو هذا راح نتكلم على الانهانس. أوكي. راح نأشر عليها كلها. سواء أنا عندي هني داتا وايد كبيرة. طبعاً الداتا الأصلية consists of 150,000 patient. أوكي بس إحنا أنا معطيكم هني سامبل. أوكي. معطيكم هني سامبل. سو الحين أول شيء أشر على كل الداتا. وشون أشر على كل الداتا؟ قلنا من المثلث اللي هني. أوكي. أكو مثلث هني بالزاوية. Okay. Now I'm gonna tell it insert. Okay. نفس الانسرت اللي استخدمناها المرة اللي طافت حق to insert graphics. Now we're gonna insert a pivot table. So we're gonna insert the pivot table. أقول له okay. لا أتحبث بولا شيء. بدت عندي الشاشة مالت ال pivot table. Now عندنا هني two important zones. اللي هي شنو؟ اللي هي يسمونها هني عندنا اللي هي البيفت تيبل بيلدر اريا، هني this is where I build the tables، وهني عندي التيبل يطلع as a result of building any table. Now how do we do that؟ So أول شيء عندنا دائما and that's why لما نتينا داتا سيت we create a column called ID. One مثلا عندي 2000 patient 1 to 2000. Okay. Now I'm gonna let an Excel produce me a count. Okay, so just a way. انتبهوا معي. هذه كل مرة تسوون بيفت تيبل you do هذا step. هذه أهم step. أطق صح. أول ما أطق عليها صح تصير هني موجودة. Now انتبهوا معي. هي صارت sum of ID. معناته إذا 1 2 3 4 it's not counting. It's summing with 1, 2, 3, 4, 5. So شلون أغيرها؟ أكثر واحدة تعملون علامة التعجب هذه. أطق عليها وأقول لك count. So من sum إلى count. So الحين عدلي كم صارت النتيجة؟ 2,048 patient, which is عدلي عدد ال patient. Okay. هذه أول step. Now second step. I want to count the number of males and females. Okay? Okay. It was 6. Now, she saw she said we. I will drag right here على 6 while drag it to rows. So لما نأشر على 6 اطق عليها صح while drag it to rows طلع لي شنو قسم لي التوتال 0 1 طبعا احنا قلنا 0 فيميل و1 ميل وعدد ادلياهم بهالطريقه. تشيك بوك. So what did you do? شفت this is why it's magic. انزين شفت كل اللي سويناه المرة اللي طافت شيء كله هذا بهالخطوات يكون بسهولة. Now I want to expand. I want to create عدد males and females smoking and smoking. أروح حق smoke وأحطه as a column. تشيك بك طلع لي الجدول. سو هني عندنا هني كولمز شفناه وهني روز اقدر اعكسهم. شلون اعكسهم؟ اقدر اسوي كذي
واقدر اسوي كذي عكست بس دن طلع لي الجدول. So do you see how useful the تخيل الحين لو عندكم 150,000 data وشي واصلة. This is how you explore. أنا الحين interested في الميل والفيميل status وكذي. Check بك بسحبة ست طلعت كل الإجابات. Okay. Next. Now احنا تعلمنا شغلة. اللي هي شنو؟ اللي هي دائما احنا when we summarize categorical data نحط الفريكوانسي اللي هو العدد الكاونت. فريكوانسي قلنا شنو هي؟ تساوي الكاونت. والريلاتيف فريكوانسي اللي هي البرسنتج. So that's what we care about. And when you present your table to الكلينيشن ولا المدير ولا كذا, لما تسوي تيبل ما تحطه بس ارقام how many frequency, تحط بعد percentages. Now how do we do that? We can do that in less than 5 minutes. Actually in 1 minute. So I drag ID again. Okay. I drag ID again. طبعا اول شيء خلي اعد الوضع اول. شنو اللي صار لما I drag ID again؟ طلع لي another table صح؟ نعم. شو راح اسوي؟ راح اروح حق علامة الاستفهام. هذه اوكي. وبعدين بقول له show data. زين طبعا هني عندي 2 tabs, عندي summarize by وعندي هني show data. summarize by show data. So I go into show data واقول له percent row of row total. لحظة you can do that. لحظة percent يا percent row. انزين لما نقول له percent row في something تغير هني في ال في ال so percent okay. so هني في change في التوتوريال. okay هني كانت percent normal summarized by بس الحين صارت percent of parent total وأنا أبي percentage based on sex. okay So الحين نكتب نغير select race. And I dragged race smoke without race. لحظة. So هني لحظة. percentages. Mm. It's not percentages, it's like the total, it's the amount.
أمس هذا الأمس اللي أنت شفناه على التيبل اللي كنا قبل لكشو بجلي هذي شو 63 ومكتوب هني 43 يمكن أنا كنت حاطه ريس قصديك بس هني جندر اوكي سو ذاتس ا ميستيك اوكي اوكي بس هذا يا اوكي سو ظاهر هني instead of me حاط السموكينج حطيت ريس اوكي صارت صح ده صارت نفس الشيء اوكي سو الحين شنو صار عندي هني؟ يعني نغير الريس بالنسبة صارت هني ريس سموكينج اتس ذا سيم ثينج ما تفرق الحين انا هني بالتوتوريال ما يهمني انكم انتم شنو اهم شيء انه اعطيتوني شنو اعطيتوني انه مو هذا اللي راح يساعدكم الامتحان راح يساعدكم انكم فهمتوا البرنسبل اوكي ناو لاحظتوا هني عندنا سو عندنا هني كاونت اوف اي دي الاول كان كاونتس السبب انه يبدا الكاونت اوف اي دي 2 زين انه عشان نبي نطلع البرسنتج ناو اذكركم مره ثانيه ان انا هاو ديد اي دو ذس رحت عند الكاونت اوف اي دي 2 لان سحبت سو انك تقدرين تسحبين نفس الفاريبل كذا مره and you can actually summarize it كذا مره سو سحبته اول شيء تاكدت ان كاونت لانه هو باي ديفولت اكس اللي بالشيء سميشن ات سمز الفاليو ات دزنت كاونت اوكي وبعدين راح شو داتا از percent of the row total that's it okay that's how it's done percent of the row total it has to be count yes okay because it's going to convert the count into percentages okay. Okay. So now we're gonna do something more than this. Okay. So احنا الحين سوينا البرسنتجز اوكي وسوينا الكاونتس انزين الحين وات وود بي احنا انترستد از اللي هو البرسنتجز اوف هني طبعا انا عاكس الريس وحاط السموكينج اوكي بس انا ليتس اسيوم الارقام انها سموكينج ريس لان ايتش اوف ذم هاز ثري ستاتس سو ما يهمنا احنا الحين نتكلم سموكينج ولا نون سموكينج ولا اكس سموكينج وعندنا الريس اللي هو بلاك وايت اند ايجن هسبانيك اوكي سو هم بروحهم 3 ستاتس اوكي سو احنا الحين ما لنا شغل شنو فاريبل ويتش از ويتش احنا اهم شيء احنا نفهم شنو الستبس اللي احنا سويناها اوكي سو الحين انا شنو انترستد ان انترستد ان المين ايج اوف بيبل هو سموك اند فيميلز شنو المين ايج مال هذا سؤال مهم صح ولا لا؟ انا عندي عدد انا هنا عندي كم احنا عندي هنا فيميل مثلا فور اكزامبل اند هو دونت سموك 478 انا الحين عرفت نسبتهم بس انا انترستد شنو المين ايج مالهم؟ او ممكن اسال شنو مين بلاد بريشر؟ مين كوليسترول فاليو؟ اوكي ذاتس الامبورتنت كلينيكال كويشن راح يجي اوكي سو هاو دو وي دو ذات؟ So, أول شيء عندنا هني we drag variable age طبعا هني أنا راح أشيل count one okay وراح أسوي بس percentages okay percentage so أنا الحين ال table اللي راح أعطيه حق recognition includes the percentage and mean age لأنه بس لأن التيبل الحين صار فيه أكثر من رقم الناس يتخربطون فأنا بس بعطيه معلومة بسيطة جدول فيه البرسنتج وفيه المين ايج حق كل category combination اللي هو female non-smoking female smoking female ex-smoker male smoker non-smoker male هذا في كل واحد من المين ايج مالك so اللي راح أسوي I will drag age to the value thing هذا So now it's summing the age, which is غلط صح ولا لا؟ Now I'm gonna tell him to count. No. Like the row, percentage of row. No. شنو راح أقول ليش؟ Mean. Mean. Exactly. So قاعد أقول له هو شنو the average? Average. Okay. Okay. لما أنا أقول له average, طلع لي average age. Now,
طبعا هني حاط لي وايد ديجيتس. How do we reduce the digits? We can do this. في ال home tab. نطلع روح حق الكاميرا. I can reduce it to. العادي. So هني أنا عندي percentage. وصار عندي the mean age for each category. سويتها. عرفنا الفكرة؟ yes. شلون سوينا الميل؟ تبون عيد الايج؟ اوكي. سو انا بالتوتوريال كان عندي خلص احنا وصلنا حق فريكونسي وريلاتيف فريكونسي البرسنتجز. الحين انا اللي ابي انا كالطبيب الحين طيب لما يبي منك سمري او حتى المدير يبي منك سمري حق يبينا بنسوي دراسه عن السموكر اللي هو frequency of smoking among students مثلا او among people of 13 you know sample market انزين انا ام انترستد في الايج اللي هو continuous سو انا ابي سمري حق الكونتينوس وسمري حق الكاتيجوريكال ميل ام فيميل ومع اللي هو الايج اللي هو continuous اوكي سو شو اسوي اي درايف ايج في الفاليو اللي هو summation value اللي راح يصير لنا راح يضيف لنا خانات حق كل percentage بس it's summing it's not calculating the average okay so اللي راح اسوي راح اقول راح اروح حق علامة الاستفهام average واروح من sum اقول له average طلع لي average حق كذا وانت شو انا مثال سويته just cosmetics I just want to reduce the amount. Oh. Okay, so the juicing before home. This is a better way to present your table, صح؟ Yes. عندي table. And the table هذا خلاصة اللي سويناه. حطينا فيه اللي هو الجندر السكس اللي هو وبعدين حطينا فيه السموكينج ستاتس وهم حطينا فيه رقم حق كل كاتيجوري اوف كومبينيشن اوف كاتيجوري يعني الجندر والسموكينج ستاتس بالاضافه الى المين ايج فيري فيري هيلفول سمري اوكي تو سي هني شنو قلنا مثلا الحين شنو نقدر نجاوب عليه ان اي كان سي الايفكت اوف جندر اند سموكينج مثلا على الكوليسترول أو أنا interested حق الـ average age أنا كسوشيال worker بعرف الـ average age of female that are non-smokers بعرف كم أعمارهم عرفتي؟ فـ it's very useful summary وسويناه ترى ترى يعني إذا واحد متحول على الـ pivot table يسوي بدقيقتين يجاوب على هالسؤال أوكي it's very powerful tool يعني when you do these all of these combination when you play with variables now next Yes. الأفريج هو الميت. فاهم؟ Yes. هو الأفريج الميت. لأن هذا من نطوع الميت. نسوي صفحة. يعني إيه؟ بعدين. Yes. Yeah. بس بالعكس الكوماند أفريج هو يساوي الميت. Now. Yes. I know. So in summary, and then on the hand, I'll write the way to me. It's the same as you. اوكي اول شيء طلعت الاي دي قلت له ابي الكاونت اوف اي دي اللي هو التوتال بيشنت بعدين قلت ابي السكس حطيته في الرو اي ونت ماي سكس فاريبل تو بي ان ذا رو اوكي وبعدين جبت الريس حطيته في الكولم اوكي دائما هذا اماكنهم ولا يتغيرون انا اسالك نفس السؤال اقول لك اي ونت يو تو دراج مثلاً سموكينج وريس وبيش تحطين واحد بالكولم واحد بالرو فأنا أنا أي تاليو إذا ما قلت لك أنت كيفك معناته تبي تحطين كولم ولا رو unless I specify okay
سو حطيناهم. بعدين عندنا هني الارقام قلنا نبي البرسنتجز مالتهم. سو انستيد اوف كاونتس هل خليتها percent of row. Yeah, row total. Okay. خل أسوي أزوم. Okay. بعدين شنو سويت؟ قلت أبي أنا interested for the mean age. Yeah. Mean age. راح أحطه في the value. دائما a continuous variable دائما تحطونه في the value. لا تحطونه لا row ولا column. Okay. طلع لي السم. إحنا ما نبي السم of age حق each category. نبي average. Okay. سوينا الافرج طلعنا اياه قلنا نبي شويه ننظفه سوينا ريدوس ناو بعد ما خلصت الحين انا ابي اسوي التقرير مالي شلون اسوي التقرير ما يصير اعطيه واحد كذي ما يفهم يتخربط شنو هذا شنو الصفر شنو الواحد شنو هالامور كلها فالحين ايش راح نسوي الجدول الرسمي اللي وي سبمت تو سو شنو اللي اسوي له كوبي راح اجي من هني دائما اسوي كوبي واطوف الكولوم ليبل اي شيء هذا الكولوم ليبل هذا اي دونت كوبي اي جاست كوبي ان اكشلي يا يو جاست كوبي حتى لو اف يو كوبي ايفرثينج يو تسوي كذي ما بيخربطكم اسوي كوبي اوكي سو كوبي كوبي معناته شنو يصير نمي نمي بعدين افتح نيو شيت من تحت أعطيك زائد بس وأقول له based إنزين values طلع لي النتيجة كلها أوكي so في أشياء أنا ما أحتاجها اللي ما أحتاجه هذا أوكي clear content فش راح أسوي I will not actually need it because I will need it for something اوكي سو انا اول شيء اول ديليت ذس هذا يوزلس انفورميشن راح اديت اول ديليت ذس كولوم انا اشرح لنا انا هذا مو مهم لان انا الحين راح تعرفين الحين راح تشوفين الحين مثلا انا هنا عندي سو هنا انا عندي اول شيء الجندر ميل لا سوري whatever female ميل بعدين هذا I don't need لأنه صفر فيه أوكي هني عندي grand total هني عندي total إنزين هني هذا عندي إياه على proportion شو أقدر أحولهم percentages عن طريق ال percentage هذا إنزين نفس الشيء هني ونفس الشيء هني وبعدين ترى هذا الحين مو الاكسل سكيل هذا تنظيف I'm cleaning yeah, I'm preparing the presentation مالي اوكي سو هذه الشغله هذه عليكم انتم تتعلمونها it's not me teaching it لان هذه cosmetics انا علي انكم تعرفون البرنسبل هذا عليه درجه يعني سؤال مثل هذا الخمس عليه خمس درجات درجه على البرزنتيشن واربع درجات انك سويتي صح اوكي هذا كلهم راح اسويهم هني سو اول كاتيجوري انا عندي هني اللي هو هني انا عندي جندر ميل اند فيميل عندي هني هذه محتاجه امسحها وهذه راح اسميها نان لا 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 بلا اللي فوق اللي الصفر بدل الصفر لا الحين اقول لكم ليش لحظه دقيقه اوكي سموكينج
Non smoking. بعيني. Quit. Smoking. إنزين. بعيني هني عندني شنو؟ Me, age. I'm gonna copy it. بعدين هني لاحظوا هني انا عندي اول شيء هذه معلومه مو مفيده راح امسحها انا قاعد انا ام فولوينج التوتوريال اوكي هذا اتس ذا مين ايج اوف جندرز ويذاوت اكاونتينج فور سموكينج ستاتس سو اتس مين ايج جندر سو هذا المين راح اسوي له بولد فيس ان هذا تابع بس حق هذا ويذاوت ستراتيفاينج على هذا فاهمه اوكي So I'm gonna clear this, and then I'm gonna clear all of this. And then, وش راح أسوي؟ راح أقول له هني. Smoking status. أقدر أسوي شيء. Okay. Now, أقدر أشيل على كل هذا. وأركبه بهالطريقة أوتو فيت بعدين شو أسوي؟ أروح أوديه مايكروسوفت وورد أأشر على الجدول مالي بعد ما خلصته كوبي سكرين شوت يعني؟ لا I did not take a screenshot I copied in the الجدول أوكي أوكي سو هذا الجدول مالي اوكي سو الطريقه البرزنتيشن دائما هني شو نسوي في الـ في الـ في الـ في المجلات العلميه نسوي كذي كذي simplicity and I'm just making the table look good يعني professional okay content so wait out of it حطيتهم بالنص اوكي ران توتال راح نشوف هاي التون الثانيه كذي يعني شوف هي الشغله ترى مزاج تعدين كذي تشيلين كذي ما يهمني بالنهايه يعني هي ما فيها شغله ساينس انتو ذوقك في هاو يو بريزنت يعني يور تيب عرفتي؟ انزين انا مثلا اي كان دو كان ميك ذيس بولد اي كان ميك ذيس مثلا ايتاليك اوكي وعندي جدول كذي ناو يس شلون؟ ايه ما نقدر بس نحط انسر تقدرين بس اهم شيء تاكد ان 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 نقلت الارقام صح. ناو اللي عليه درجه مهمه لما اقول لك بالامتحان راح يجي نفس السؤال بس على داتا ثانيه. زين راح تسوون كوبي حق الجدول نفس الشيء مايكروسوفت وورد. ترتبينه مثل ما انت تبين اوكي واقول لك ليبل تيبل كتبي له كابشن في الساينس هاو دو وي دو كابشن حق التيبل دائما يكون فوق تيبل 1 انزين
mean age, pair, smoking, category. Stratified by gender. Okay. هنا أنا حاط for تا اسم الدراسة اللي هي أنت. Okay. So that's the way. طبعا هني أنا حاط ليش طريقة كتابة الكابشن. لما أنا قلت غير الفاريبل من smoking إلى race راح تقولي لي mean age, pair, race, stratified by gender. أقول لك والله مثلاً education status. أقول لك مثلاً بس غير نفس الجملة كتبيها بس غير فيها اسم الفاريبل. أوكي. هذا السؤال أكيد بيمتحن مليون بالمئة. So you make sure إن before you come and ask question you read the whole tutorial, you follow the steps, and then you come back and ask questions. Okay. في أحد عنده سؤال؟ لا الورقة المفروض تدور عليكم. فجر الحضور وينه؟ ناو اللاب أنا خلصته بس اللاب مدته ساعتين عشان عندكم التي اي تسألونها أسئلة تحاولون تحلون هومورك عليكم إن شاء الله كذي يعني مو معناته هدى يعني فأنا اللي سويت عليه شرحت لكم الأساس وأنا هذا شنو توقعاتي ناو انتو يو سبند تايم تو ميك شور إن إيفريثينج إز فاين إيفريثينج إز لوكال إيفريثينج إن هاي إذا أنكم موجودين